أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما اقتصادي والذي نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة حلقة الليلة نناقش فيها مدينة الحرير حلم يحول الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية ويسعدنا اليوم أن يقدم معنا الأستاذ فيصل المدلج الرئيس التنفيذي جهاز تطوير مدينة الحرير الصبية وجزيرة بوبيان مساك الله استاذنا الكريم وسعيدين صراحة بلقائك اليوم لا شك ان توقيع اتفاقية مع الصين يعني اسموها في كثير من المحافل اتفاقية القرن لما فيها من تتمتع فيه من ذكاء وحفظ ل كذلك الكثير من الامور الاقتصادية والسياسية ولكن يعني عرفنا كذلك انه كان لك تواجد في الصين خلال الأيام الماضية وحابين نعرف تفاصيل هذه الزيارة لكن بتدرج معك بالأسئلة وأحب أن نوضح كذلك ما هو طريق الصين حتى نوضح للأستاذ المشاهدين وبعدها نتكلم معك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هي مبادرة حزام الحرير أو ضيق الحرير هي مبادرة قدمت من قبل الرئيس الصيني في سنة 2013 وتم انعقاد عليها منتدى في 2014 كان معالي النائب الاول احد حضور هذا المنتدى نعم. وتم دخولنا في الاتفاقيات للمشاركه والتنسيق فيما يخص مبادره الحزام الواحد والطريق الواحد نعم. هذه المبادره هي مبادره في جلها اقتصاديه اهدافها الى التنميه الاقتصاديه بشكل رئيسي لاقتصاديات جمهوريه الصين وكذلك الدول التي سوف تشارك في التنسيق مع هذه المبادره واحيائها وخلقها في ارض الواقع. آه هذا بشكل مختصر مبادره الرئيس الصيني فيما يخص تمام هل هذا يعب... ولكن هناك توجه بالنسبه للكويت لماذا تم اختيار الصين؟ آه. خلينا نقول مدينة الحرير مدينة الحرير يمكن هي من أفكار كانت يمكن بالسابق محل إثارة من قبل معالي النائب الأول الشيخ ناصر نعم. قبل حتى دخول الوزارة جميلة قديمة النية طبعا ويمكن هذه كانت أحد مبادرات القطاع الخاص يمكن لما كان سمو الأمير رئيسة من الوزراء في 2005-2006 أنا أحد الأشخاص اللي شاركوا في إعداد مبادره من قبل شركه تمدين لما كنت في ذلك الايام انا الرئيس التنفيذي لشركه تمدين وقدمنا مبادره من قبل القطاع الخاص في تاسيس نواه لخلق مدينه الحرير. الفكره هو تاسيس مدينه اقتصاديه ذات طابع تجاره حره في شمال الكويت. هذه المدينه نحاول ان نخلق منها مركز تجاري وتوفر ممر عامل للتجاره للاقليم. آه وتحتوي على عدة آه أفكار لخلق مراكز آه تجارية سواء في الجوانب التعليمية أو الصحية أو المالية آه أو الترفيهية أو السكنية نعم. آه ورأينا أن يكون في البداية آه تكوين هذا الـ هذا الـ المنطقة الاقتصادية هي منطقة التجارة وبالتالي راح نبتدي يمكن من الاولويات اللي موجوده بالدوله بناء على توجيهات سمو الامير ومعالي النائب الاول ان نبدا نشتغل على مركز للتجاره اولوياته ميناء مبارك وبالتالي بناء الانشطه المكمله لهذا الميناء لخلق هذه المنطقه التجاريه التي توفر ممر للاقليم وخدمته من ناحيه التجاره الحره. وراح يكون يعني ما هو من الكويت من ميناء مبارك راح تكون بشكل مبدئي طبعا خليني اشرح لك اول شيء شنو مدينه الحرير؟ مدينه الحرير عباره عن الخمس جزر وربا بوبيان عوها تشان فيلجه وجزء من بر الصبيه المساحه الاجماليه عباره عن تقريبا 1650 كيلو متر مربع المرحله الاولى راح تكون مركزه في الجانب الجنوبي من جزيره بوبيان لان الجانب الشمالي من جزيره بوبيان يعني عباره عن محميه طبيعيه, طبيعية لمكوناتها وتشكيلها. المنطقه الجنوبيه عباره عن مساحه تقريبا 280 كيلو متر مربع. نواتها وبدايه انطلاقها من ميناء مبارك والان منجز جزء كبير منها راح يكون فيها الانشطه التاليه مساحه لوجستيه ومساحه للصناعات المتوسطه والخفيفه وهناك ربط لموضوع القطار مع الدول الجوار وراح يكون في أفكار مبدئية على تكوين المطار وقد يكون من ضمن الجزء الجنوبي برضو من بوبيان هذا خاضع لمباحثاتنا نعم. مع شركائنا الصينيين وكذلك راح تكون نواة للخط اللي يحاولون اللي اللي الإخوان في مؤسسة اتصالات خلقه أن تكون مركز للتواصل أو تبادل المعلومات وخط القاري المزمع انشاءه من خلال مؤسسه الاتصالات الكويتيه. تمام، الان يمكن حتى لو بنشوف في كثير من حاولنا واحنا نجمع للحلقه فوجدنا ان لماذا لم تكن تكون التعاون مع بعض الدول يعني على سبيل المثال الولايات المتحده، المانيا، بريطانيا كدول مختصه ومهتمه خاصه في في وطننا الخليجي يعني دائما يكون التعامل ما بين تلك الدول. فاختيار الصين هل يعتبر إضافة أم شيء جديد أم حقبة جديدة من العلاقات أم يعني كيف تتصورها من خلال وجهة نظرك؟ اولا بقيه انشطه ومراحل مدينه الحرير راح تكون مفتوحه يمكن يكون لجمهوريه الصين اولويه نعم. في الشراكات فيما يخص بقيه الانشطه لكن راح تكون مفتوحه لكل دول العالم, كل دول العالم. يعني. اذا كانت تتوائم مع نظرتنا وتصورنا لطريقة الاستثمار وتشغيل بقية الأنشطة. المرحلة الأولى طالما إحنا نتكلم على منطقة تجارة حرة وممر للمنطقة الصين عدة أسباب أولها الصين هي صاحبة المبادرة في خلق هذا الموضوع. الصين يمكن هي الوحيدة. اللي اسست ميزانيه تقديريه لتنفيذ هذا المخطط جميل. وبالتالي عندهم القابليه في موضوع الاستثمار والانفاق على تنفيذ هذه الرؤيه ثالثا المنطقه والاقليم هي من اهم المناطق وتصب اساسا انها تكون من المستوردين للبضائع الصينيه وبالتالي الصين عندها اهتمام كبير كونها هي احد اكبر المصدرين للمنطقه والاقليم اللي راح تقام عليه مدينه الحرير. ناهيك عن تمتعنا للامانه في 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 اسبقيه من علاقات سياسيه مع جمهوريه الصين. نعم. يعني احنا يمكن لا اخفي سرا لما اقول لك الكويت كانت هي اول بلد عربي يقوم مسؤول منها بزياره جمهوريه الصين 1971. طيب مات الله ثراه الشيخ جابر كان هو المسؤول الاول العربي قريب ال 50 سنه يعني نعم نعم الدوله العربيه الاولى اللي تقوم فيها بعثه دبلوماسيه مع الصين مات مات هذا العلاقه وهذا العمق بالعلاقه وللامانه ما يتمتع فيه صاحب السمو من علاقه قويه ومتينه مع جمهوريه الصين وبالاخص مع الرئيس الصيني وهذا شفناك لما كنت انا من ضمن الوفد المرافق لسمو الامير نعم. في زيارته الاخيره هذه كلها تفاعلت فيما بعضها وعطت يمكن الاولويه للتوجه لكن في اهمها الصين هم اصحاب المبادره الصين هم الوحيدين اللي عندهم ميزانيه تقديريه للانفاق على هذا الموضوع والاستثمار فيه لتحقيق رؤياهم التي تتوافق مع رؤيانا وتطلعاتنا في خلق الكويت طبقا لرؤيه سمو الامير مركز مالي وتجاري. والشيء المفرح انهم عندهم اقتصاديينهم عندهم يعني مستثمرينهم فانهم ينظرون للكويت ك يعني منطقه استراتيجيه بالنسبه لهم ممكن فيها تحقيق الارباح ووضع استثماراتهم فهذا يعطيك امان يعطينا امان يعني حتى يمكن ال سنه القادمه بالنسبه للكويت يعني كامان اقتصادي. عمار الصين هو ثاني اقتصاديات العالم نعم. من ناحية الجي دي بي الصين أعلى معدلات نمو سنوية في العالم الصين عبارة عن اقتصاد أنا في, تقديري مم. أن اقتصاد قائم في ذاته أه تأثره بالعوامل الاقتصادية الخارجية يكاد يكون محدود أه ناهيك أن العلاقة التي تميزنا مع جمهورية الصين نعم. كان ودنا نستغلها فيما يضفي فوائد اقتصادية وتنمية بشرية على كلا الدولتين ممتاز الآن هل هناك تكاليف تتحملها الكويت بالنسبة لهذا المشروع أو إقامته لأنه سمعنا أن هناك الكويت هي اللي دافعة يعني إيه. لكن يعني بالنسبة حابين نوضح هذه الفكرة يعني خلال تواجدك هنا شوف عمار يمكن انا من احد الاسباب الرئيسيه اللي خلتني انا يعني شوي اوقف عن الظهور الاعلامي الى ان تتبلور الأفكار حتى يكون في 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 قدرة اني يعرض بشكل محدد على ما يثار للأمانة ما بين الأفراد بالمجتمع والنخب وحتى في أجهزة الإعلام سواء هذا معروف عنك سنة. يا أبو فواز دائما دقيق في كلامك الله, يعني. الله يسلمك طول عمرك كل الكلام اللي يثير بالإعلام وبالتجمعات يمكن حتى في حديث الدواوين احنا نشارك فيها ونزورها نعم. آه ما فيها شيء هناك توجه بشكل صريح وواضح سواء من سمو الامير او من سمو او معالي النائب الاول اتخذنا نمط التعامل مع جمهوريه الصين حكومه لحكومه جميل. بمعنى ان الانشطه اللي تكلمت عنها الخمسه او السته اللي راح تكون هي المرحله الاولى لجزيره الحرير كان هناك تاكيد وقرار داخلي صلب أن ما يكون في تعامل ما بين الحكومه والشركات بصوره مباشره نهدف من هذا الموضوع امرين، الامر الاولاني للامانه نسيل نزيل مساحه الريبه في التعامل مع الشركات التجاريه اللي راح تتعامل بالمنطقه. نعم. الامر الثاني حتى نعطي قوه في دعم الحكومه لتنفيذ هذه الافكار، ولذلك كيف راح نتعامل؟ راح نتعامل بطريقه مباشره، الحكومه الكويتيه ممثله بجهاز الحرير وبقيه اجهزه الدوله نعم. والحكومه الصيني, الصينية. ممثلة في مجلس التنمية والإصلاح المعني في تنفيذ خارطة الطريق لموضوع طريق الحرير كيف راح يصير المعاملة المالية لتنفيذ هذه الاستثمارات نعم. توجهنا واضح هذا قلنا حتى في اجتماعاتنا الأولية في زيارتي لما رأست الوفد في شهر ستة وكذلك بمرافقة سمو الأمير وزيارتي الأخيرة لجمهورية الصين توجهنا أن لا يكون هناك انفاق حكومي على تنفيذ هذه المشارع المشارع. المشاريع المشاريع توجهنا ان نكون نحن شركاء بالارض والموقع وبمسانده الاجهزه الحكوميه والحكومه الكويتيه في تنفيذ اي تشريعات مطلوبه حتى نخلق ربحيه لهذا المستثمر وهذا الشريك بالانشطه اللي ننوي ان ننفذها في مدينه الحرير. هناك تقبل كبير لهذا الكلام، هناك دراسه راح تكون في مرحله لاحقه بعد ما يقومون اللجنه التنفيذيه اللي راح ناتي لذكرها بعد شوي. نعم. في اعداد دراسات كل مشروع على حده. التوقعات ان يتم تنفيذ هذه المشاريع طبقا للمعادلات اما بي او تي او بي بي اي بي بي او لونج ليس يعني هناك استفاده للكويت اكثر واكبر بالنسبه كذلك حتى للشركات والم... بتوجه نحو انفاق حكومي يكاد يكون معدوم الى محدود ممتاز هذا يعني من اجمل الاشياء اللي سمعناها يمكن في هذه الحلقه خاصه ان الكثير من الناس يمكن شفنا انه في الدواوين في كل مكان يمكن تفتح وسائل التواصل الاجتماعي تشوف ان الكويت هي اللي دافع هي اللي معطي يعني الكويت راح تخسر من ناحيه الانفاق في مع الصين يعني انا اكد هذا يمكن احد أنا ولذلك احنا حبينا ان تكون معنا لكن انت كنت الاقرب يعني انت الشخص المباشر ما بيننا وبين الصين يعني انا اكد هذا الموضوع حتى من تكويناتنا يعني معالي النائب الاول يعني وان كان هو رجل سياسي بالمقام الاول بانتماء الاسري ومعاصره الحكم والمؤسسات نعم. السياسيه لكن هو برضه شخص له باع كبير بالقطاع هكي. الخاص انا امتدادي بخبراتي يمكن على مدى يمكن 32 او 33 سنه الان نعم. انا ابن القطاع الخاص ومشارك بالمبادرات الاولى اللي قدمت الحرير هذه الدوافع يمكن اللي خلت تركيبة الجهاز وتركيبة الشخص المنوط فيه في تحقيق هذه الرؤية عنده عمق ودراية وخبرات في 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 موضوع رائع العمل التجاري ممتاز طيب الآن هذا هذا أمر الآن دماء جديدة أفكار جديدة راح تكون موجودة نعم. كذلك راح تحتاج تلقائيا إلى قوانين جديدة نعم. تغيير تطوير الغاء نعم. كيف راح تحلونها أو كيف تم حلها مدينه الحرير اذا كنا نبي نخلق منطقه اقتصاديه امنه مرنه تخدم المنطقه نعم وبالتالي راح يكون من الضروره ان ينشا لها قانون خاص يعطيها هذه المساحه من الحريه نعم ولذلك احنا عندنا افكار رئيسيه فيما يخص هذا الموضوع ولكن اثرنا انه ما نعمل هذا القانون بمعزل عن المستثمر المرتقب اللي راح يكون هو الـ الـ المؤثر بشكل كبير في نجاح هذه المنطقة من عدمه، ولذلك أحد المهام المنوطة في تكوين اللجنة التنفيذية اللي, اللي, وقعتها اتفاقيتها مؤخرا إبراز الأفكار الرئيسية اللي المستثمر يبيها وفي مرحلتنا هذه الصين ولذلك أحد المهام المنوطة باللجنة أن تعطينا بعض الأفكار الرئيسية اللي يجب أن نضمنها بالقانون المنوي ان نقدمه بالمستقبل لتنظيم العمل في هذه المنطقه حتى نخلق منها بيئه اقتصاديه جاذبه نعم. آه يمكن المثار فيما يخص القانون هم برضو كثير من كلام اللي يثار آه في بعض التجمعات آه القانون راح يكون فيه محددين رئيسيين اللي حتى حتى نشيل هذا اللغط والكلام اللي قاعد يثار فيما يخص القانون. المحدد الرئيسي وهذا بتعليمات من من معالي النائب الاول الدستور، هذا القانون راح يكون في ظل وانظمه الدستور الكويتي. الخط الثاني يمكن اللي احنا حريصين انه يكون هذا الامر واضح ولا يخضع للتاويل السياده. السياده موضوع السياده خط احمر بتعليمات برضه من معالي النائب الاول وهذا اللي قاعدين نشتغل عليه. هناك بعض المحددات الاخرى اللي نراها انه يجب ان تتوافر بالقانون اللي ننوي ان نقدمه لكن بكل الاحوال هذا القانون بالاضافه للقاعدتين الرئيسيتين الاولانيين يجب ان نضمن فيه ثلاث امور رئيسيه يجب ان نضمن فيه فائده يستفيدها القانون وبالتالي اذا فيما يخص الضريبه او الجمارك او خلافه لعم. يكون هناك بيئه جاذبه لهذا المستثمر الامر الثاني لابد ان نوفر حريه في حركه البضائع والاموال والاشخاص وهذا اللي اكدناه يمكن باجتماعاتنا مع هل هناك في قوانين تم الغائها او شيء مشابه لان قرانا في الصحف ان هناك بعض الاشياء اللي تم الغائها آه هذا يمكن يمكن صار في لغط مؤخرا الاسبوع الماضي على موضوع هناك في قانون قدم بالسابق لمجلس الامه نعم آه شيء اعد بمعزل عما حنا الان يمكن نشتغل عليه مع المستثمرين المرتقبين نعم. ومن خلال الجهاز آه الحكومه ببساطه طلبت سحبه من جدول اعمال لجنه الاولويات واللجنه الماليه لكن ظهر بصوره بالاعلام يمكن خلت فيه انطباع هو لذلك إيه؟ لكن حسينا ان هناك ممكن قد تكون في عرقله او في شيء تم الغاء لا لا لا, 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 لا أبداً, أبداً, ابدا ابدا هو كان قانون سابق قدم والان اصبح دون ذو دو جدوى ننظر, ننظر في امر مختلف تماما تمام مدى جديه الصين من خلال تواجدك هناك؟ شوف انا انا زيارتي الاخيره هي باكوره انتاج علاقه طويله نعم احنا وقعنا مذكره تفاهم اللي بناء عليها تم تاسيس لجنه تنفيذيه كويتيه صينيه لموضوع تنفيذ افكار وتطوير مدينه الحرير. مهام هذه اللجنه هي الانشطه اللي ذكرتها انا قبل شوي فيما يخص المرحله الاولى اللي هي خلق مركز تجاري للمنطقه وخلق ممر امن فيها. وبالتالي أحد المهام الرئيسية نبدأ نقرأ أفكارهم فيما يخص العناصر اللي يجب توافرها بالقانون حتى يكون القانون بأجاذبة لهذا الموضوع نعم. الأمر الثاني أنه راح يتم تكليف شركات صينية حكومية آآ آآ كبيرة ها؟ يعني أعطيك مثال وهذا يمكن راح يكون أول مرة هذا الموضوع ينطرح تم تكليف الشركة الحكومية الصينية العملاقة اللي هي سي 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 سي, مرحلة تجميع المعلومات وبداية العمل على دراسة جدوى ما يخص استثمار وتشغيل ميناء مبارك وهذا اللي بالنسبة لنا كجانب كويتي أولوية وهذا متوافق مع الطرح مع الجماعة في الصين نعم. أنه فعلا هم يرون كذلك هذا الموضوع أولوية ممتاز. آه وبالتالي هذه الشركة شيء بشيء يذكر مثلا هذه الشركة سي 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 اعطيك بس مستوى حجم الاتنشن حتى تقدر تقيس مدى الاهتمام، هذه الشركه مجموعة اصولها اكثر من 1.5 تريليون دولار يعني يعني هذه تفوق احتياطيات الاجيال القادمه صحيح أه يعني رقم خيالي صراحه زين هذه الشركه الان هي المنوط فيها تجميع البيانات وعمل دراسه وبالنسبه جلوية. لها الكويت اولويه هذا المشروع اولويه <applause> وكذلك راح يقسم بقيه المشاريع اللي تكلمنا فيها بالمرحله الاولى على بقيه شركات، انا ما استبق الاحداث انطرح بعض الاسماء لكن انا بنتظر لما يصير فيها قرار نهائي ولذلك انا قلت لك احد القرارات النهائيه اللي راح نبدا نشتغل عليها من الشهر القادم، هناك اهتمام صيني كبير فيما يخص المرحله الاولى جزيره بوبيان اللي هي مينا مبارك والاعمال المكمله لخلق منطقه تجاريه حره للاقليم. فاقت توقعنا يمكن احنا كنا في بدايه تولينا الجهاز كنا نشعر شيء من بطء التطور الامور لكن قدرنا هذا لمشغولياتهم مشغوليات الرئاسه الصينيه من مؤشرات اهتمامهم لموضوعنا بالكويت هذا الملف ملف في الحرير مربوط بشكل مباشر بالمكتب الرئاسي يمكن هذا ان كان ايجابي بشكل كبير من سلبيات بطء التعامل، لكن الان بتوقيعنا المذكره راح يطلق ايدنا كلجنه ان نمشي في هذا الموضوع بتطور سريع ممتاز وهذا يجرني للسؤال متى نشوف البدايه في تنفيذ المشاريع؟ الان مده اللجنه يمكن محدده سنتين وقابله للتجديد، لكن احنا قاعدين نشتغل في اجتماعنا القادم لابد يقدم برنامج زمني لتطور هذه الافكار. في توقعاتي الشخصية المبدئية ها نعم. ااا آه إنه راح نقول خلال سنة إلى سنتين في عمرها الأولاني أعتقد راح نوصل لاتفاقات نهائية نحو تنفيذ هذه المشاريع وبالتالي راح تكون بداية التنفيذ من بعد سنتين إلى ثلاث من الآن راح نبدأ نشوف شيء على الأرض في بدايات التنفيذ قد يكون هناك بعض الأمور اللي راح تمشي بشكل موازي أثناء دراستنا لكن بشكل فعلي ملحوظة أعتقد خلال سنتين إلى ثلاث هذا تصور المبدئي يعني سنتين اه. احنا نعطيك اياها سنتين اه. نسجل كلامك نقول لك سنتين انت قلت لنا مثلا اه. بعد سنتين راح نقول لك سنتين قلت لنا قبل فترة الماضيه هذا الموضوع يتراكم يعني كده. صحيح 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 اكيد ولكن هناك كذلك سؤال يعني انا كمواطن كيف راح استفيد؟ يعني ودنا نثقف كذلك ونعطي الاستفاده اللي يمكن يحصل عليها المواطن تعرف تستفيد الدوله ينعكس على المواطن وعلى الدوله بشكل عام طبعا المعروف ان ان ان, إن مشروع مدينه الحرير وخلق هذه المنطقه الاقتصاديه كم وظيفه راح يوفر مثلا الاستفاده الماليه بالنسبه للقطاع المالي بالكويت الشركات هذا ودنا حتى نوضح للسادة المشاهدين هو المعروف ان ان, إن موضوع مشروع مدينه الحرير وخلق هذه المنطقه الاقتصاديه الحره في شمال الكويت آه هذه المنطقه اللي اللي في دراسات آه يعني يعني الكويت عدت يمكن اكثر من 8 9 دراسات فيما يخص جدوى واستراتيجيه آه تكوين مدينه اقتصاديه في شمال الكويت نعم آه هذه المدينه اللي اللي توقعنا ان تخدم اقليم في مكوناته اكثر من 160 مليون نسمه أه هذه المنطقه اللي, اللي, اللي راح تخدم اقتصاديات أه ما يقارب ال الألف مليار ناتج قومي لإقليم يحيط بهذه المنطقة كل الدراسات اللي أعدت أعدت أن هناك استفادتين للدولة <applause> زيادة مداخيل الدولة نتيجة انهم شركاء في هذه المشاريع. الأمر الثاني هناك قدرة استيعابية لمخرجات التعليم وعلى مستوى ضعيف الكويتيين. تفاوتت الأرقام فيما بين الدراسات ولكن المؤكد ان الدولة بشكل مبدئي راح تستفيد من هذه من هذه العاملين. الأمر الثالث وهذه استفادة يمكن استفادات أخرى جانبية للدولة فيما يخص إنشاء هذا هذا المشروع. نعم. <applause> ان هناك علاقه استراتيجيه مع دول راح تكون في هذه المنطقه المتازمه من خلق لنا تحالفات و انظمه امنه سياسيه واستراتيجيه لدوله الكويت تجاه المنطقه. الامر الثالث راح يكون في مجال في احتكاك واكتساب خبرات للمواطن الكويتي والمجتمع المجتمع الكويتي على مستوى مساحات الاستثمار سواء كانت تجارية أو مالية أو صحية أو تعليمية وخلافة فالاستفادة مفتوحة ولذلك يمكن من قناعتي وقناعة الأخوان أنه خلق هذا المشروع يعطينا تواجد راسخ ويقوم من الدولة على مستوى اقتصادياتها وأمنها السياسي وهذا اللي تكلمت عنه هل هذا تقصد فيه المشروعات المشاريع القارية ما بين الكويت وآسيا أم هذا مختلف حتى نفتح أبواب ما بين الكويت ودولة الكويت وبعض الدول الآسيوية طبيعي لأن إحنا قاعدين نقيم منطقة تبعد 20 كيلومتر عن إيران تبعد 1000 كيلومتر عن آسيا الوسطى تبعد 3 كيلومتر عن العراق تبعد 800 كيلومتر عن سوريا تبعد 200 كيلومتر عن السعودية والجزء الشمالي من السعوديه هذا التميز بالموقع يجعل لنا اداه جذب للاخرين. جميل، طيب وبالنسبه في حال انتهاء من المشاريع، من اللي راح يديرها؟ اذا الكونسبت احنا نتكلم فيه في بدايه الموضوع نعم بي, بي او بي او تي او او لونج فبالتالي المستثمر هو اللي راح يدير المستثمر احنا شركاء احنا عندنا محددات نعم فيما يخص الانشطه هذه او الاستثمار فيها لكن راح يكون التنفيذ والاداره بيقوم بي بي يقوم فيها المستثمر تمام الان لو بنشوف خلال الفتره الماضيه هناك بعض التخوفات من المشاكل والاوضاع الجيوسياسيه الموجوده في الشرق الاوسط توترات في بعض الدول وغيرها نعم. هل كانت هذه الامور في الحسبان مؤكد, مؤكد. حتى ان تكون يعني كيف نظرتهم لهذه الامور مؤكد مؤكد يعني انا اعتقد ان احد الامور الجاذبه في موضوع قيام منطقه بوبيان اللي هي منطقه التجاره نعم ومع جمهوريه الصين الصينيين يتمتعون مثلنا بعلاقه حياديه مع دول الاقليم دول أقل. جميل يعني واحد الادوات الجاذبه حتى حنا بالنسبه للصينيين ان حنا كان نكون نظام الـ 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 الوحيد المحايد نوعا ما مع اقليم ودول المنطقه مع كل تجاذباتها، الامر الثاني احنا من انظمه الحكم المستقره بالمنطقه نعم وهذا امر جاذب اخر. الامر الثالث عندنا مساحه من التشريعات والبنى التحتيه اللي تحتاج صدور قانون خاص يعطي امان لهذه الاموال اللي سوف تستثمر جميل، وهل هذا الامر كله متوافق مع رؤيه الكويت 2035 ام يعني؟ مؤكد مؤكد ما الدافع ويمكن احد الاجزاء الرئيسيه في رؤيه الكويت رؤيه سمو الامير 2035 احد مكوناتها الرئيسيه مشروع الحرير والجزر ولذلك رؤيه سمو الامير بخلق الكويت او جعل الكويت مركز مالي وتجاري احد مكونات الرئيسيه الحرير والجزر. نعم. طيب استاذ الكريم انا شوي راح اشط في الموضوع ولكن هو متصل اذا حبيت تقيس يعني كاقتصاد اي دوله تنظر الى السوق الاوراق الماليه بالنسبه بالكويت عندنا بورصه الكويت. نعم. متى سنرى انعكاس هذه المشاريع على بورصه الكويت تعرف في 2003 والبعض الامور السياسيه اللي حصلت في المنطقه اثرت ايجابا على الكويت او على السوق الكويتي وارتفعت القيمه حين ذاك الى مستويات عاليه جدا وبدانا نفقدها مع مر السنين الى يومنا <applause> آه ولكن آه هذا النوع من من المشاريع متى سينعكس من وجهة نظرك يعني هو ما هو تصريح يعني كلام ودي أنا. بس احنا نأخذ تصريح <applause> فهو يعني كيف سينعكس هذا أو متى سينعكس على السوق الكويتي أو هل سينعكس على السوق الكويتي ولا لا مؤكد حنا حنا ما دخلنا بهذه المشروع إلا أن نعكس الأمر إيجابية على اقتصاديات الدولة وإذا انعكس على اقتصاديات الدولة بين المؤكد سوف ينعكس على القطاع الخاص بدولة الكويت نعم. أنا ما أبي أقول كلام عام سياسي للموضوع لكن أرجع في المرحلة الأولى في تطوير هذه الأفكار في جزيرة بوبيان اللي في تقديراتي أنا الشخصية المبدئية راح تكون بحدود 60 إلى 70 مليار دولار تقديراتي المبدئية للاستثمار اللي راح يكون بهذه المرحلة راح يكون هناك مساحة كبيرة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع الأمر الثاني بعد نضوج مراحل المنطقة هذه الاقتصادية هناك مساحة كبيرة متاحة للمستثمر الكويتي نعم. لأن إذا كان معروض ومتاح للمستثمر الأجنبي أفكار استثمار بمراحل المدينة راح يعطى المستثمر الكويتي ذات الأولوية صحيح أنه, إنه يوظف أمواله ويستفيد من هذه الافكار الاستثماريه آه المجال راح يكون مفتوح ابتداء أنا اعتقد أنا من المرحله الاولى الى ان تبدا تنضج الفكره وتطورات تشغيلها واستثمارها مع الوقت آه وبالاساس انعكاس هذا الموضوع اقتصاديا على الدوله من المؤكد سوف ينعكس على اقتصاد بدقيقه او دقيقه ونصف استاذ الكريم ماذا تتمنى ماذا يتمنى استاذ فيصل المدلج عقب الكلام هذا ووجودك هناك. شوف عمار انا معروف يمكن انت تعرفني، نعم. انا انا ولد القطاع الخاص، يمكن انا ما كنت في فتره من فترات افكر اني اكون من ضمن الجهاز الحكومي. لكن في بعض الاحيان شفناك انك انقطعت فتره من الفترات عن التدخل في القطاع الحكومي والخاص في في الحكومه يعني. صحيح. يمكن انا ما كان لي حلم في في يوم من الاحلام الا إن اني اعمل شيء مميز ويكون قيمه مضافه في ان الخلق شيء تستفيد منه الدوله والمواطنين نعم. يمكن ظهور موضوع الحرير خاصه إن انا من المشاركين فيه من 2006 في تقديم مبادره تشاركت في صفقه القرن هي. فاعتقد انه كان من أفكاري إن اني انا قادر اني اضيف في هذا الموضوع يمكن في شكل جزئي فيما يخص مدينه الحرير لكن هذا الملف انا اعتقد يحتاج انه يكون على قائمة أولويات كافة تجهيز الدولة هذا الملف من الخطأ أن يكون الاعتقاد أنه هذا ملف لوزير معين من الدولة أو جهاز معين من الدولة هذا الملف يجب أن يكون على أولويات مجلس الوزراء متكامل وإن كنا أن للمستعاون من الأخوان المسؤولين الدولة ومجلس الوزراء في هذا الاتجاه لكن أعتقد بالمرحلة القادمة أنا يمكن أحثهم أن يكون هناك تفاعل أكبر مع هذا الملف وبصورة متواصلة في تهيئة الظروف أن نقدر نوصل هذا الملف إلى حيز الواقع فأمنيتي أن يكون لي في بصمة في هذا الملف بصماتك واضحة أستاذ الكريم فواز أستاذ فيصل من الجرس تنفيذ الجهاز تطوير مدينة حرير الصبية وجزيرة بوبيان شكرا جزيلا لك وإحنا كنا سعيدين صراحة وأنا فرحان بأن يعني أنجزت هذا الإنجاز ووجودك معهم شخص قريب حتى نقدر نوضح الفكره للساده المشاهدين والمستثمرين كذلك شكرا لك هيا الله فرحتنا بالاخبار الطيبه هيا هذه هيا الساده المشاهدين يقول بحفظ الله ورعايته وفي امان الله